أم الإمارات طبعا لها مساهمات كثيرة وفي عدة مجالات. طبعا من بدأت تركيزها على دولة الإمارات، وعندما حققت الإنجازات اللي كانت تحلم فيها في كل المجالات اللي يعني ممكن نذكر، فقط على سبيل المثال تمكين المرأة والدعم الفتاة الإماراتية والتشجيع على التعليم من بداية الاتحاد إلى أن وصلت اليوم أن يعني المرأة الإماراتية أصبحت ممكنة وأصبحت نموذج مشرف للمرأة العربية.